في ناس أو في نوع من الناس ما يتحمل النقد بأي صورة كانت، ولا يحب إنه الناس تلفت نظره إلى تصرفاته أو يفهم الكلام الموجه له على إنه ضده، وردة فعله تكون بالبكاء أو الصمت أو الانفعال. غالبا ما نقول عنه أنت حساس أو أنت حساسة. طبعا عشان نتكلم أكثر في هذا الموضوع ونتعرف على الشخصية الحساسة، يسعدنا أن نرحب معنا بالأستاذة فاطمة أبو طالب، مدربة معتمدة ومستشارة اجتماعية. هلا وسهلا بك أستاذة فاطمة. حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، ويسعدني انضمام لكم، وأهني مبدئيا الحكومة الراشدة وملكنا وبلدنا ووطننا والشعب أجمعين. فاطمة أبو طالب، مدير تنفيذي لمركز التعافي والإرشاد الأسري والنفسي. جميل. مدربة معتمدة. 28 سنة خدمة مع التربية الخاصة. ما شاء الله عليك أستاذة فاطمة. وأم لثلاث أبناء الله يحفظهم. الله يحفظهم. يعني إحنا بنتكلم عن الشخصية الحساسة، علميا أو في علم النفس كيف تشوفوها؟ إيش تفسروها؟ هي العلم الشخصية الحساسة اللي تتأثر بالمؤثرات الخارجية أكثر من غيرها. يعني ممكن تشوفي حادث برا أو شيء تشوفي تتأثر بشيء بسيط ومرر الكرام. صح. الشخصية الحساسة يكون عندها مفرط وبحدية زايدة، ممكن يتصل إلى غدا وبعد غدا وهي متأثرة ما زالت أو منهارة وتبكي، ويروح الحدث معها إلى أيام. ممكن إذا كانت حساسية مفرطة إلى درجة أنها تأثرت نفسيا. طب هل هو نفسه يعني في شخصية ممكن تكون عاطفية، يعني من أقل شيء تبكي الدمع كده، فهم نفسهم ولا كيف؟ هي تدرج تحت الشخصية الحساسة. ولكن احنا يعني لانه سالفتنا اليوم استاذة فاطمة بنتكلم عن الشخصية المفرطة في الحساسية اللي يعني في التعامل تحديدا في العلاقات كمان. اي في العلاقات بالضبط، في العلاقات اغلب المشاكل الزوجية بسبب الحساسية المفرطة. انه ما قال لها الكلمة، ما رد عليها، او مثلا قال لها لا شكرا ما ابغى. فالحساسية المفرطة هذا والشخصية الحساسة يكون عندها التأثير بحدية أكثر من الإنسان الطبيعي طبعا. لأنه لها أسباب. إيش أسباب؟ السبب الأول هو التربية. السبب الثاني أنه تكرار الضغوط بدون عمل مرونة لها. يعني أنا أتكرم مثلا واجهت ضغط من أهلي، من العمل، من أي مجال وتأثر، فأقوم ما عامله بمرونة ويأثر علي سلبا ويتراكم. التراكم. أيوة. وبدايتها طبعا التربية. جميل. أنا لسه كنت بقول لريم يمكن يكون هو حساس بزيادة من الضغوطات، أو ممكن صحيح. يكون بيمر بفترة. صحيح. لكن أنا كيف أقدر أتعامل معه؟ يعني عذرا أستاذة فاطمة، في الأخير خلينا نقول إنه هذه الشخصية الحساسة في العمل، في المدرسة، في الجامعة، أنا كيف أقدر أتعامل معه؟ أوكي أنا أراعي ظروفك، ولكن أنا كمان ترى عندي ظروف وحياة أخرى وضغوطات أخرى ممكن تخليني يعني يا دوبك ماسكة نفسي. ممتع. فكيف أقدر أتعامل مع الشخصية المفرطة الحسية هذه؟ ممتع. الأول حاجة إذا كان في مجال العمل، أنت ما أنت مجبرة أنك أنت تعطيها كل طاقتك. هذه الشخصية الحساسة. نعم. أول شيء تتقبليها، إذا كان أنت عندك معرفة وخلفية بأنماط الشخصية تقدر تتعاملي معها، كون أنك أنت أقل يعني فرط حساسية منها. جميل. شيء ثاني أنه تركزي على الأشياء الإيجابية اللي فيها. تنميها لها. ممكن أنت ممتاز والله، إيش الجمال هذا أنت اللي عاملته، هي شبه الشعوب الفرحة وأنه أنت أثنيتي عليها أو فتحتيها، راح تقللي من حدة الحساسية اللي عندها، تقدر تعاشروا مع بعض. جميل. يعني دائما تبرز الإنجازات اللي عندها والجوانب الإيجابية أكثر من السلبية. أوكي. نحاول أنه نغطي على شيء آخر بحيث أنها تخف. جميل. أستاذة فاطمة، ذكرتي أنه سبب التربية أو التنشئة هو اللي يخلق عندنا ممكن شخصية حساسة. إيش الأخطاء اللي ممكن يرتكبها الوالدين في تربية أبنائهم عشان يظهر لنا في الأخير هذا الشخص الحساس؟ ابتداء الأم والأب، هذا ولدي ما في أحد في الأرض زيه. يا سلام. يعني ما يعطوا فرصة أنه مثلا يتعامل مع الآخرين بشخصه. حماية زايدة. أيوة. الدفاع الزايد. ما يخلوه يعتمد على نفسه مثلا. صحيح. العطاء الزايد. أنه حتى بداية التخطي هذا، على فكرة الطفل من بطن الأم هو مستوعب، فتخيل أنه يبادي ويمشي أو حاجة والأم على طول في حماية زايدة أو حاجة، فخلاص هو يصير أنه اتكالي، والاتكالي تجيب حساسية. اي انه اوكي الان اذا ما حد خدمني، اذا ما حد قدمني، اذا ما حد عدمني، فتزيد الحساسيه المفرطه عند الشخص هذا. اوكي. لكن بعض الاهالي، بعض الام والاب تعمل تنشئه تربيه جيده، مثلا عادي لو طاح، عادي لو تكلم مع هذا، عادي لو ابدا رايه. انا في البيت مستحيل فكره انه يطيح الطفل عندي. ليه؟
أنا ما أقول أعرضه للخطة ولكن أسيبه أنه هو يتعايش مع الموقف اللي هو فيه. يعني ليش الحماية زايدة؟ بالضبط، أوفر له البيئة المناسبة والحماية والسلامة وخليه عاد ينطلق. أنا مفرطة الحماية يعني عندي هذا وهذا هذا خطأ وهذا غلط. أنا عارفة والله، أنا عارفة أستاذة فاطمة، بحاول قد ما أقدر أنه أخليهم يتعودوا على نفسهم. بس السنة لما يصير 6-7 سنين بدأ يسيبه. لا مو صحيح، المفروض أبدر من كده، المفروض من أعمار أصغر. صحيح. طيب أنا عندي كمان استفسار بالنسبة للأشخاص الحساسي، يعني اللي عندهم حساسية مفرطة لما يكونوا أطفال. يعني أنا أعرف إحدى الصديقات للأسف تنقلت كثيرا وعندها طفل رضيع وأيضا ابنة، خلينا نقول إنه يعني كبيرة شوية. هل ممكن التنقل هذا انه من بلد لبلد او مدينه لمدينه وتغير العادات وتغير المدرسه والاصدقاء يخلي الطفل عاداته سلبيه معايا في البيت، دايم بيبكي بيتضارب مثلا معانا؟ بنسمي هذا نوع من عدم الاستقرار والهومسك، يعني اني انا في بلد غير بلدي. حنين للوطن طبعا. يعني العرضه للمواقف هذه اذا ما احتوت وتوجه توجيه صحيح، يعني اكيد الوالدين اذا كانوا مضطرين يتنقلوا من مكان لمكان من اجل دراسه او عمل ما عنده. طيب ايش الاشياء اللي قدمتيها لهذا الطفل على اساس ما يشعر انه قاعد ينتقل وانه ما عنده اي انتماء لاي وطن؟ هنا دور الوالدين. بالضبط. هنا دور الوالدين. طب معلش كمان استفسار بالنسبه لهذا الموضوع، حتى لما يكون الطفل رضيع يعني صغير، انت المفروض سنتين والله يتأثر كثير. طبعا احدى الاحداث اللي او الحالات اللي جت المركز تعرفه ان الام بعد زواجها ما عندها اي انتماء لها الاولاد، ما هي قادره تتعامل معاهم. ايش الاسباب؟ عشان هي وهي مولوده تركت في الحضانه بدون امها وغابت عنها. يا الله يأثر كده كده في اللاشعور. صحيح. يعني يقعد في تراكمات. هي تراكمات تنتقل هذا الشعور اللي هي تعرضت عليه هذه الأم إلى أبنائها أو أحداث فيما بعد أنها هي نفور منها، وممكن قد ينتقل إلى أحد الأبناء مستقبلا إذا لم يوعى أو يحتوى. طيب الشخص هي معلش عز نالين، بس أنا حابة أستفسر كثير في ده الموضوع، لأنه الشخص لما يكون عمره 30 سنة زي ما قلت لي قبل شوية، هذا خلاص يعني انت قد ما تحاول تغيري فيه بالزبط. هو قد نضج. لكن انا عارفه انا فاهمه انه هو ممكن يتغير، ترى اي انسان باي عمر كان يقدر يتغير، لكن كيف انا كطفل اقدر اربيه؟ ابغى ستبس. يعني الطفل المفرط الحساسيه ده اللي بيبكي على اقل شيء، بيزعل من اقل حاجه، او بيدخل في لحظه غضب، لانه الطفل كده بيعبر مش زينا احنا ككبار. صحيح. صح. كم عمر يعني؟ يعني الأعمار الأطفال الطفولة متأخرة من 6. أوكي من 6. أيوة. فكيف نقدر نتعامل معهم عشان أنا أبني طفل أقدر أربيه أنه يكون أقوى شوية، مش أنه يروح ليوصل لي مثلا في عمر معين يصير خلاص يبكي على أقل حاجة، يزعل من أقل تصرف، يكون من أصدقائه. تقوية شخصية الطفل هذا أنه أخليه يعتمد على نفسه، أعطيه مهام. صح. في البيت أكلمه كأنه شخص حر، صاحب قرار، صاحب رأي، صاحب مشورة. مظبوط. أنت اليوم دورك حتعمل كذا، أوجهه توجيه صحيح، بس مو فرض، لا توجيه غير مباشر، عشان يشعر بكيانه وبمكانته كإنسان، وأنه يصبح أنه عنده شخصية وعنده قدرة أنه يقرر. راح تشوف الفرق سبحان الله بين الشخص اللي أعطيتي المبادئ هذه والشخص اللي دائما اتكالي أو أن الأم تعمل عنه كل شيء، الأب يعمل عنه كل شيء، والحماية الزايدة، أو أوري الناس كلهم أن ولدي ما في أحد في البلد زيه. بالضبط. في شخصيات كذا، وللأسف تصير يعني غير أنها حساسية ممكن تكون عدوانية. أنه أبغى عادي الكل، أنه أنا ما في أحد زي إضافة إلى الشخصية الحساسة. يعني إحنا عارفين كمان أنه مرحلة المراهقة مرة صعبة التعامل فيها مع المراهق. صحيح. يعني يدخل المراهق في مرحلة من الحساسية، خصوصا العواطف والمشاعر بتكون جدا مرهفة، فيتأثر بأي كلمة، يتأثر. صح. بأي يعني حتى قوانين يقول لك لا أنتوا ما تحبوني، أنتوا ما تبغوني الخير، أنتوا ما تبغوني زي أصحابي، انتم ما تبغوني انبسط في حياتي. فهذه الشخصيه صعبه التعامل معها. توضيح اول حاجه، ما في شيء اسمه مراهق ومراهقه، في شيء اسمه مرحله انتقاليه. ايوه. نعم. 6 سنوات، بعدين 10 سنوات، بعدين 12 سنه، بعدين 16، بعدين 18. كل مرحله لو رجعت فسيولوجيا ايش قاعد يتغير عنده؟ اي الهرمونات. هرمونات، الافكار، الحاله، الهيئه الجسديه، كلها. صح. التفكير في الاشياء هذه تغير
مجرى تفكيره هو وسلوكياته. مزبوط. طيب انا عندي شخص قاعد مرحله انتقاليه ما بين ال 13 الى ال 15 مثلا نقول، طبعا حيبدا العاده هذه للاسف السيئه ان الاهالي ينفروا او مراهقه، هو يصير عنده رده فعل انه مراهقه اوكي حسوي الشيء اللي هم يقولون، يا ساتر حسوي الشيء العكس طبعا. أيوة. لكن لو انا جيت مثلا ما شاء الله تبارك الله أشعر أنك كبرتي أو كبرت أحس ما شاء الله تبارك، يعني تعطيه الثناء لأنه قاعد يعمل شيء يعني يظهر منه شيء جيد أو قاعد يعمل أشياء جيدة، مو لازم أركز وعامل فوكست أنه لا هو مؤذي أو حاد أو عنيد. ما هو المشكلة هم يبغوا الحرية، هم يبغوا الحرية تمرد. أنا أوكي بالزبط. ممكن أنا أوجه الحرية هذه، حرية أنه مثلا يلا تعال نعمل إنجاز، تعلم أنت إيش تحب؟ أصحابي اكيد عليه اكيد اكيد اصحابك كويسين ما دام انت ولد يعني كويس يا سلام لانه هو تلقائيا حيفكر يعني اصحابي كويسين اي خطا وبعدين اوضح له الاشياء الخطا بطريقه غير مباشره يعني ممكن ادخله في عالم مثلا القراءه في عالم الرياضه مره جيده طبعا الرياضه على فكره تفرغ كل الطاقات السلبيه والطاقات المنحرفه كلها تفرغها صح يعني احد الشباب المتعافي من ادمان كذا اللي ساعده انه يتعافى اكثر الرياضه صح يعني لما انطلق هو يقول انا شايف نفسي انه مستحيل ارجع للاشياء هذه لانه خلاص بدا الجسم يعتاد انه ينضج انه الجسم يتعود انه يكون عنده لياقه انه متخلص من الاشياء اللي كانت عامله الاسترس جميل فيرجع من الشخص اللي موجه مزبوط. والله انا سعيده اني انا بتكلم معاكم استاذه فاطمه وزميلتي استاذه ريم في كل المراحل لكن جت المرحله اللي تحسيها لازم تنتبهي مرة في التعامل معها لأنها جدا حساسة كبار السن صحيح هم يتحولوا يصيروا حساسين حتى لو كانوا طول عمرهم نرجع شوية أنت قلتي كبار السن أي كبار السن من هم اللي حيرجعوا الردي أطفال يا سلام ما كان طفلك حساس أيوة. الآن الأم والأب صار نفس الوضع لو تقولي له مثلا أنا عمل لك هذا كذا أيوة أنت ما تبغين طبيعي لأنهم رجعوا أطفال ما لها أي تفسير آخر ما نبغى أحد يزعل مننا يا فاطمة أوكي طيب هو يعني في السرجين أوكي تمام طيب. بس يعني مش عايزين يزعلوا مننا بلاش نقول نرجع أطفال الأم والأب في العمر الكبير محتاجين أنه أنا رعاية في الأيام إيه طبعا اهتمام رعاية سؤال أحسسك أنه أنت لسه ما زلت موجودة ولكي مكانتك ودورك مهم وكل حاجة قدم لها العطاء اللي في يوم الأيام أو في سنين من السنوات كله قدمته لنا فلا بد من أنه نعاملهم المعاملة الحسنة ليش تكون في القرآن البر والطاعة والأشياء هذه أنه الآن هو دور أنك أنت تقدم له عشان ما يدخلوا في منحنى الحساسية المفرطة أو ممكن الله لا يقدر يجي أمراض ويتعرض للأشياء هذه يعني بالفعل زي ما ذكرت عبير كبار السن كمان يصيروا حساسين كمان جداً حتى جداً على الأشياء يعني الواحد يسويها كده تلقائيا هم يفهموا غلط على طول أيوة. قووا نفسكم أنتوا حتى تقدروا تتعاملوا صح على فكرة هي كلمات بسيطة والله عائدة عليك كشخصك أنت وشوفي هي كيف حتنتج عندهم طيب أدينا نصائح لأصحاب الشخصية الحساسة اللي المفروض الإنسان اللي طلع وصل لسن النضج سن اللي هو في الثلاثينات خلينا نقول معتمد على نفسه أب أو أم يعمل عنده أطفال ولكن ما زال شخصية حساسة ممتاز. كيف يقدر يغير من نفسه؟ أول حاجة الوعي الفكري إذا صار عندنا وعي بالحياة ومدركاتها الاتصال بالله هذه كلها هتساعدنا الحرية الحقيقية معاشرة الناس الإيجابيين الرياضة القراءة التنقل من مكان إلى مكان بحث عن أنه أنا أكون سعيدة فيه ويرضيني الشيء هذا فهي نقاط بسيطة بس يعني لازم تكون ببرامج معينة ومين اللي يعرضها عليهم جميل جميل أستاذة فاطمة أبو طالب أنا أشكر لك وجودك معنا اليوم شكر لكم. شكرا على كم المعلومات الرائعة وطرق التعامل من الصغر من الطفولة للكبر شكر لكم وشكر القناة روتانا وبرنامج سيدتي الله يعطيكم العافية سهلا نورتينا مشاهدينا احنا بكذا خلصت حلقتنا اليوم اكيد هنشوفكم بكره وبعده كل يوم لا تنسوا انكم تشاركونا في هاشتاج برنامج سيدتي يا ملا